الأرملي. نعم. شلون؟ والله بخير. الحين العصر عصرية. إن شاء الله أصلي. إيه والله. أذن الحين راح. أول بالكويت ماكو شغل ولا في شغل؟ شنو؟ يعني في وظائف ترجعون من وظائف؟ لا ماكو وظائف. زندق. تطلع زندق. لا والله صحيح. إيه والله. ما في الدنيا. سبحان الله. حرمة. شيل بوطي الماي. الله أكبر. سمعي يا ناس. الله أكبر. أحمد الخراج الله يرحمه. الله يرحمه. شوفني. الله هو النعمة للجميع. صح. هذا الدليل قام يزكي ربي. الله نلقاها في قبره. الله ربي. نعم. اي نعم. يعني كان يعطي ربية حديد ولا ربية؟ ربية. الربيات عمي شنو انواعها اول؟ بريطاني ولا؟ لا لا. هندي؟ لا. الله. عمي المؤرخ الكويتي مثلك بدر السيد هاشم الرفاع ابو نابد ادم الدسوقي يقولون اول الشيخ يوسف بن عيسى وقبله عبد العزيز العلي مطوع وغيرهم يقولون هو وبن ناجي من الجناعات الاسره الكريمه يدهنون الربيه بالدهن العود والورد ويعطونها الناس. اه اي والله سولفولي. والله شو اي والله عمي منو غير العم احمد الخرافي كان يصدق؟ احنا نحب نذكر الطيبين والطيبات والمتصدقين والمتصدقين. احمد عبد المحسن. الله عند السفن. الله الهند بعد الهند السافرون. شنو اسمها مراكبة؟ أفهم. انت طلعت ويا بحر؟ لا. انا يدنا السيد هاشم سي احمد رفاع المحاوي كان عنده محمل اسمه عفرة. وفي وفي الرفاعية كان عندهم واحد اسمه هاشمي ويمكن حق معرفي. او في متكرر. اي والله. يعني كله على زنده. زندك ولا تموت. اذا ما بي ما تاكل. والمرة تشيل الماي بتانك. الله تجيب الماي من وين؟ تجيب من السفينه. الله اللي صح. انت قلت لنا ما الشط هنا شط العرب العرب البصره الفاوصه شايب شايب جربته وراه جربه. الله سمعوا يا ناس التاريخ فاعتبروا يا اولي الابصار. الحين وين الكويت؟ ما شاء الله دار الصباح الله ينور. اي والله شوفوها ما شاء الله عليها. في ناس كلها يذكرون السلبيات، احنا نذكر الايجابيات ونذكر القديم. والسلبيات نذكرها بس ان شاء الله. من طيبك. يعني الرجال اول الحريم اول طال عمرك احسن ولا الحين احسن ولا نص نص؟ اول. يعني انت نصيحتك. حرمه شوف في مثل يقول عمار بيت ولا سفر بنقاره. الله اكبر. هذا صح. سلف. العم جاسم صح. محمد الارملي اكرم ويا كويت العتيد. هذه سوت اخذت فلوس اشترت ماكينه ما تخيطه. الله ها وقامت تخيط. الله تخيط يوم قدام هناك ولا ما قصوا شيء البحر ما اعطاهم. صح صح. قالت خذ فلوس طلع شغلها هي حرفتها احسن من حرفته. شيء شيء الحمد لله يا رب الله يزيد ويبارك. التسبيح استغفر الله استغفر مشكور والله خير. الله يحييك الله يسلمك. اي والله اعمال الطيبه العمل الطيب يرفعه. شكرا عمي. انت طيب الله يسلمك. الحين شنو نصيحتك مجلس الامه والحكومه متعكنين؟ والله هذا يرجع للشباب. عندك يعني التشكيل الوزاري ما طلع؟ لا والله اكتب لي خير وصالح. اي والله العم احمد السعدون احمد عبد العزيز ابو اي والله هو الحين الرئيس. يستاهل. اي والله صح يستاهل. صح صح سعدون. اي صح سهل. الحمد لله والنعم والجميع. الله يكثر مثالك. شكرا عمي ما نعطلك على الصلاة. وشكرا وهي حب على الراس. ايها الكويتي جاسم عدل جاسم محمد الارملي مو؟ اي نعم الله يعزك. شكرا طال عمرك. وديوانهم خلف مسجد السيد يعقوب السيد يوسف الطبطبائي. حياك الله. الوالد كان يقول ثلاث طبطبائي ياسينات ياسين رفاع وسيد ياسين الغربلي سيد ياسين الطبطبائي. ويدتنا ام الوالد نوره سيد احمد طبطبائي بعد. هلا وعليك السلام يا احمد الطبطبائي. شكرا عمي. سيروا عين الله ترعاكم. حياك الله. اليوم ما عندك سنيار. الله يكرمك. حياك الله. خليكم مثلهم مكافحون وما زالوا ولا يا رب الله يعطيهم الصحه والعافيه. جار النساء والجميع وشكرا.